إن شاء الله معاك كشاعر أستاذنا عادل عبد المنعم. مفتتح لابد منه للتعريف فيا. معانا الستر والصحة، معانا الصوت وفيه معانا للكلمة مفتاحها، يعني نهشكها نمرجحها نغنيها نفرحها، مفيش ولا حاجة نقصاني، وبدلي كتير وقمصاني، وابويا الحاج وصاني اقول الحق ما تنحى، معانا الستر والصحة. كلامي بقوله مجاني، وبسعد كل مين جاني على روحي انا جاني، لو المي الكلمة واتبعها، معانا الستر والصحة. القصيدة بقولك ايه، بلاش مني عشان مجنون، انا في دمي ميراث فرعون ومتفرعن على الاخر، من الاخر شاعر ساخر، فروحي بعيد وما تجيش النواحيدي، انا بايدي بقيت سيدي. التليفون يا جماعه اللي بيرن ما ينفعش التليفون ده خالص، ما ينفعش ده يفصل اي حاجه. بقول لك ايه، بلاش مني عشان مجنون، انا بدمي ميراث فرعون ومتفرعن على الاخر، من الاخر شاعر ساخر، فروحي بعيد وما تجيش النواحيدي، انا بايدي بقيت سيدي، وباخد مصل في وريدي لفيروس حوا بالكامل، انا في العشق بتشعلق لكن خامل، وضد الجنس ده كله ولو ناعم، ومش نحنوح ولا حالم، ولا جبتش في يوم سيرتك، ولا فيا سبب حيرتك، ولا عشيقتك ولا سكنتك، انا ببعد عشان خاطرك، حرام تشوفيني سكنتك، ومش هفضل حوالي الليله اقضيها وانا بجري، حصل لي ازاي انا فجري يا بنت الناس، انا في حالي وعندي في الحكاوي كتير، ورسمالي اعيش في الحياه كالطير بقلب حرير، انا مالي، بلاش الصوره من فضلك، بلاش الصوره من فضلك، بعتيها تعالي بدنيتي تعالي. شكرا. بس